السلام عليكم ورحمة الله. الدرس الأول في الوحدة الأولى، درس التقريب لأقرب جزء من 100 ولأقرب جزء من 1000. سبق ودرسنا التقريب لأقرب 10 ولأقرب 1 ولأقرب 100 والتقريب لأقرب 1000 والتقريب لأقرب جزء من 10. كل الكلام ده أخدناه في الصف الرابع، وعايزين نكمل بالتقريب لأقرب جزء من 100 ولأقرب جزء من 1000 بنفس الطريقة اللي كانت متبعة في التقريب لأقرب جزء من 10 بدون أي تغيير. اللي فيها لو أنت فاكر، عند التقريب نتبع خطوتين: الخطوة الأولى تحديد المنزلة المطلوبة، والخطوة الثانية تحديد المنزلة التالية للمنزلة المطلوبة. دي الطريقة اللي كانت متبعة في التقريب لأقرب جزء من 10 اللي أخدناها قبل كده في الصف الرابع. فالتقريب لأقرب جزء من 100 ولأقرب جزء من 1000 بنتبع فيها نفس الخطوتين دول: أولا بنحدد المنزل المطلوب التقريب ليها، ثانيا بنحدد المنزلة التالية للمنزلة المطلوبة. وطبعا أنت فاكر الأعداد الكريمة اللي هي 5 فأكثر، والأعداد البخيلة اللي هي أقل من 5. وفي حالة إذا كانت الأعداد كريمة بنضيف لما قبلها 1، وإذا كانت الأعداد بخيلة بنهمل العدد. تعال نطبق على الكلام ده هوت. أولا التقريب لأقرب جزء من 100. عند التقريب لأقرب جزء من 100 يجب أن يوجد رقمين على يمين العلامة العشرية في النهاية. في النهاية لازم يكون موجود عندي رقمين على يمين العلامة العشرية. ايه هما الرقمين دول؟ اللي هو أجزاء العشرة وأجزاء المئة اللي هو المطلوب التقريب ليها. طيب ناخد مثال، لو طلب مني تقريب العدد 2498 691 من 1000 لأقرب جزء من 100. زي ما اتفقنا بنحدد المنزلة المطلوبة والمنزلة التالية للمنزلة المطلوبة. طبعا المنزلة المطلوبة عليها دائرة زي ما انت شايف اللي هي 9، والمنزلة التالية للمنزلة المطلوبة تحت خط اللي هو 1. وده الطريقة او دية الطريقة اللي كنا بنتبعها في سنة رابعة. كنا بنحط دائرة على المنزلة المطلوبة وخط تحت المنزلة التالية للمنزلة المطلوبة. طبعا انا شايف ان العدد اللي في المنزلة التالية للمنزلة المطلوبة بخيل، اقل من 5، فبنهمله. بنهمله يعني كأنه مش موجود، ما بحطش مكانه صفر. خلي بالك لان الكلام ده غلط، احنا بس بنهمله. بنهمله يعني بنحذفه. معنى كده ان اصبح تقريب العدد لاقرب جزء من 100 2498 و69 من 100 زي ما انت شايف. يبقى اللي عايز يفتكر الكلام اللي احنا اخدناه في الصف الرابع، ان احنا كنا بنحدد المنزلة المطلوبة عليها دائرة والمنزلة التالية للمنزلة المطلوبة اللي بنحط تحتها خط. كمان مثال، 7905 و152 من 1000 والمطلوب تقريب العدد لأقرب جزء من 100. طبعا بنحدد المنزلة المطلوبة اللي هي عليها الدائرة اللي هي 5، والمنزلة التالية للمنزلة المطلوبة اللي هي الاثنين اللي تحتها خط. نهمل ولا نضيف؟ طبعا انت شايف ان الاثنين عدد بخيل فبنهمله. يبقى بيكون عندي التقريب 7905 و15 من 100. نفس الكلام في التقريب لأقرب جزء من 1000. عند التقريب لأقرب جزء من 1000 يجب أن يوجد 3 أرقام على يمين العلامة العشرية، لأن المطلوب مني لأقرب جزء من 1000.
فالتلات اعداد اللي هم او التلات ارقام اللي هم اجزاء العشرة واجزاء المئة واجزاء الالف. مثال، قرب لاقرب جزء من الف 2498 وستة الاف 91 من 10,000. المنزلة المطلوبة اللي هي منزلة اجزاء الالف اللي هي 9، والمنزلة التالية للمنزلة المطلوبة اللي هي 1. نهمل ولا نضيف؟ طبعا الواحد بخيل، نهمل، يبقى اصبح التقريب عندي 2498 و609 من 1000. كمان مثال، لاقرب جزء من 1000، طبعا انت شايف ادي عندنا الفاصلة العشرية، المنزلة اللي بعدها منزلة اجزاء العشرة، اجزاء المئة، اجزاء الالف، ودي المنزلة المطلوبة، واجزاء العشرة الاف اللي هي المنزلة التالية للمنزلة المطلوبة. نهمل ولا نضيف؟ طبعا نضيف، لان الستة من الاعداد الكريمة، فبنطلع بسهم من فوق الستة للخمسة، لان بنضيف على الخمسة واحد اصبحت ستة، يصبح التقريب عندنا 7905 و116 من 1000. اوجد ناتج ما يأتي ثم قرب لاقرب جزء من 100. يعني مطلوب مني ان انا اطلع الناتج الاول وبعد كده اقرب الناتج لاقرب جزء من 100. طبعا احيانا بيكون عندي مسألة جمع، مسألة طرح، فلازم بنجمع الاول، وممكن اجمع مباشرة على طول بالطريقة الافقية، مفيش داعي ان انا اخد المسألة واحلها بالطريقة الرأسية على جنب وبعد كده اكتب الناتج، مفيش داعي. طبعا احنا عارفين من الصف الرابع ان انا علشان اجمع لازم يكون العددين او الاعداد المجموعة بتحمل نفس المنازل، وفي حالة ما اذا كانت منزلة خالية بنحط مكانها صفر. طبعا انت شايف الصفر اللي باللون الاحمر اللي موجود قدامك، دي منزلة خالية، وعندي هنا برضو منزلة خالية، عندي هنا ثلاث منازل عشرية، ادي منزلة خالية، عندي العدد الصحيح بيتألف من اربع منازل، حطيت في المنازل الخالية كده، اقدر اجمع واطرح بكل بساطة، 5 + 0 = 5، 9 + 4 = 13، ومعايا الواحد، 1 × 2 = 3، 3 و7 = 10، 0 واطلع بالواحد، انزل بالفاصل الاول، 6 و7 = 13، اطلع بالواحد، 9 و3 = 12، اطلع بالواحد، 4 + 0 = 4. دلوقتي التقريب لاقرب جزء من 100، فبحدد اجزاء المئة، ادي اجزاء العشرة، وادي اجزاء المئة، وادي المنزلة التالية للمنزلة المطلوبة. نهمل ولا نضيف؟ طبعا نضيف، يبقى بطلع بسهم من الخمسة للتلاتة، يكون عندي التقريب زي ما انت شايف 423 واربعة من 100. طيب المسألة التانية اللي هي مسألة الطرح، بنطرح طرح عادي، 10 - 6 = 4، 11 - 8 = 3، 6 - 0 = 6، 5 - 5 = 0، بعد ما كتبت الفاصل العشرية لما وصلت لها، 3 - 3 = 0، 2 - 0 = 2، 9 - 0 = 9. دلوقتي بحدد المنزلة المطلوبة اللي هي الثلاثة، والمنزلة التالية للمنزلة المطلوبة اللي هي 4. نهمل ولا نضيف؟ طبعا بنهمل، لان الاربعة بخيل، اقل من الخمسة، يبقى التقريب عندي 9263 من 100. اجب عما يأتي، اكتب اصغر كسر عشري مكون من الارقام الاتية 3 و6 و5 و9، ثم قرب الناتج لاقرب جزء من 1000. اصغر كسر عشري، يبقى ببدأ الاول بالتلاتة بعد الفاصلة مباشرة، 3 - 5 = 6 = 9، يبقى 3000
569 من 10,000. والمطلوب أيضا تقريب الكسر العشري ده لأقرب جزء من 1,000. آدي أجزاء الألف عندنا اللي هي 6، وآدي المنزلة التالية للمنزلة المطلوبة. نهمل ولا نضيف؟ طبعا نضيف، هنضيف 1 على 6، يبقى التقريب بتاعها 357 من 1,000. فأمان الله.